لو الحكاية فيها إن فيجو هو هو يعني مسيحي مسيحي ولكن في فرق بينه وبين أي مسيح في السوق. تمام عايزين بقى إن هو بيتم تحت إشراف الشركة الأم واخد تصريح منها. وأول هما كانوا واخدين التصريح الشركة الهندي بيشتغلوا بيها هنا، لكن وصلوا لاتفاق امبارح إن الشركة الجديدة المصري هي كمان واخدة التصريح من الشركة الأمريكية. لا شك الجديد. فبالتالي مفيش شركة هتسمح بشيء يحمل اسمها بتصريح منها إلا لما يكون متصنع تقريبا بحاجة هنقول مشابهة 99% للمنتج الأصلي. التشابه ده على فكرة مش معناه إن له علاقة بالفعالية. له علاقة بحاجات كده علمية أكتر منها لها علاقة بفعالية الدولة. يعني هنقول مثلا إنما في الفعالية اتجرب المصري من شركات أخرى وجاب نتائج هايلة. دي حقيقة. هل ممكن نقول إن ده ممكن يرضي أو يعني يكتسح الأدوية المثيلة الأخرى بالشغل دي اللي أنتجتها الشركات المصرية؟ ده متوقع. يعني إحنا عندنا حوالي أربعة. وإن كانت التانية ما تقلش عنه في الكفاءة عشان نكون واقعيين بصراحة. وكلهم سعر واحد فبالتالي هتبقى المنافسه ما بينهم صعبه. الطبيب الثابت بقى هيكتب اي دواء؟ الديبنس كل واحد وتجربته. يعني واحد مثلا مشي على دواء من الاول وبيدي نتائج معاه ولا بيدي نتائج سلبيه والعمارة بتخف ما اعتقدش انه هيفكر بسهوله انه يغير. طيب انا عايز اتاكد لا انت فيرم بيدو فاير انت تلعب. تمام. ليه بقى؟ طب المرضى الحاليين اللي بياخدوا كله بيمشي على اللي هو الريبو فاير لا لسه ما نزلش. لسه منتظر ينزل خلال اسبوعين. ولو نزل هيبقى هو ده البرنامج اللي هو. طب قواعد العلاج الخاصه بالعقارات يعني اصبحت مفتوحه معاه الحالات المتقدمه من مرضى الكبد. يعني لو واحد لسه مصاب بفيروس سي النهارده من الممكن ياخد العلاج. يعني حتى الدوله اللي متعالج النهارده كانت بتشترط قبل كده ان لازم يكون F2 F3. كانت الاول F3 وبعدين بعد كده F2. النهارده مفتوحه سواء راجع نفقه الدوله او التامين.